في الأعوام الأخرانية ماتوا برشا فنانين تونسا. آخر جوج وحاد ماتوا مؤخرا في نوفمبر واللي هما موضوعنا اليوم. الفنان الأولاني هو حاتم بن رابح اللي مثل في الخطاب على الباب في دور إلياس، ومثل زادة في الأيام كيف الريح، وخدم حاتم بن رابح مع صلاح الدين السيد برشا، وقعدوا برشا لقطات متاعه في قلوب التونسا نتذكروهم لتوا. عدوالي يا أمار عدوالي وعالبوالي طلق مرتا وعطالي يا ما وعالبوالي يا ما عالبوالي عالبوالي طلق مرتا وعطالي. فما زاد لقطة اللي هي لقطة هاي البوزة اللي يعرفها مجموع يكتب في كومنتير. توفى حاتم بن رابح نهار 16 نوفمبر 2018 عن عمر 47 عام بعد صراع مع المرض، رحمه الله رحمة واسعة، واللي غيظ انه جنازته كانت متواضعة. عدد متواضع من المشيعين للجثمان، وهو ما لا يليق بمسيرة هذا الفنان اللي احبه الجمهور. هوني علاش انا حزين مرتين، هذه جنازة خويا حاتم بن رابح، وينهم الممثلين؟ وينهم المخرجين؟ وين الاعلام؟ الفنان الثاني هو قاسم كافي، هو مغني تونسي ورمز من رموز تونس، تولد نهار 5 أوت 1945، وللذكر 1945 هو العام اللي وفات فيه الحرب العالمية. غنى قاسم كافي برشا غنيات مشهورين كما الكمون منين وغنى زادة للليل يما وللليل يما الليل يا ويا صالح يا صالح وعلى بنت الخالة. توفى قاسم كافي فجر يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 عن عمر يناهز 75 سنة بعد صراع مع المرض، وتدفن في مقبرة الجلاز بتونس. رحم الله الفنان قاسم كافي والممثل حاتم بن رابح.